out of the red corner and la esquina roja también de Marruecos, Fin Juan Mamadi. Ladies and gentlemen, Sayyid El Sayyidi, مرحبا له, welcome to the ring, Abdel Malik El Azizi. مجد جميري من المغرب 57 كيلو على بطولة العالم أفكو بلد الملك العزيز اللي عنده تحدي كثير كبير المغرب بمواجهة المغرب بهيدي المباراة from Marruecos, who will find Khouf in the Maghreb. Ladies and gentlemen, Sayyid El Sayyidi with a tremendous boxing record. Please make some noise. Safaq li Abdel Malik El Azizi. Abre el camino, el marroquino. Say ibnas, matan san torino. Biba mi tierra, Sahara o Rifinio. فايزان مهدي الجميري من المغرب زاوية الزرع وعبد الملك لذيذي من المغرب ايضا الزاوية الحمراء بريمير اسالتو راوند 1 أفضل World Champion Belt عنده خصم قوي power combo تركيز من اللاعبين حطينا أخونا حمزة عنا على التعليق بمباراتين أهم مباراتين عنده يونيكن أيوب ومهدي أوه مستحيل صوت طش بالقاع واضح انه واضح اللذيذ انه عبيه أنا مركز بهالمباراة تركيز كبير عم تبع لأنه عن جد موترة أوبا مهدي تميز بيو اي ام بالإمارات وقدر فاز بضربة قاضية على اللاعب الروسي بمباراة رائعة كيف عم شوف هون البوكس على الكبد البوكس على الكبد عم يكون كثير كثير قوية من مهدي ولكن كمان لذيذة عم يستقاهم لذيذة عمل الكومباك تبعه طبعا ما بفتكر في حدا عم بيحضر المباراة عم بيستمتع مثلنا هيك مستويات لما نلاقي المغرب عم تقاتل المغرب ضد المغرب ودقيقتين مروا من الجولة الأولى فهون مش قوي نهز اللاعب الزاوية الحمراء مهدي عارف انه نهز عم يتابع معه عنده 50 ثانية تقريبا او 55 ليقدر يعمل شيء يستفيد هذا البونش
عم يكمل ثالث ليفت هوك رابع رايت. انا برايي بمأزق، صار بمأزق اللاعب زاوية الحمراء. ولكن سعد شي من نشاطه، عم يسيطر مهدي على وسط الحلبة، عم يأرجينا سترايكينج رائع. ساي اوب 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 قوة الضغط، قوة الضغط، عم يشوف بانش قوي كتير، مستحيل يكون بانش 57 كيلو. الشباب مهدي قنبلة بكل معنى الكلمة. وانتهاء الجولة الأولى، كيف صمد اللاعب الزاوية الحمراء مش عارف. جولة أولى رائعة طبعا بسيطرة واضحة للاعب الزاوية الزرع مهدي الجميري، ولكن الجولة الثانية ممكن تغير كثير أشياء. هذا مهدي اللي عم نحكي عنه. عبد الملك لذيذي بمواجهة مهدي الجميري. الجولة الثانية عم تبلش، الجولة الثانية عم تبلش، ثلاث دقايق جداد من المتعة والباور عم نشوف من أول الجولة. والله أولادي من الصورة عم نشوف مستويات في الصورة. هذا مهدي حنشوفه بـ One Champion مثل ما شفنا أخوه كمان بـ One Champion. تخيلوا هالباور بـ بجلوفز أربع أوز، أوه مستحيل يقدر حدا يقف بوجهه، مستحيل. ولكن الأمين عبد الملك لذيذ عم بيقدم مباراة كبيرة كمان، عبد الملك عم بيقدم مباراة حلوة. التنشن والقوة باور. والله نادير مقاتل قوي ما شاء الله، والله ده حيكون نوك اوت، والله حيكون نوك اوت. نادي ابني وما شاء الله عليه، حيكون عنده مستقبل قوي ان شاء الله. ابني شاب، نادي شاب يستاهل كل خير الحمد لله. واو واو، والله حيكون نوك اوت ان شاء الله اليوم. مهدي من الناس المخلصين ما شاء الله، والله والله انسان الحمد لله خلوق. واو قوي 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 عزيزي، العزيزي عزيزي هو مقاتل شرس، ها العزيزي شرس. واو والله للعزيزي هذا، لا والله والله تحية من عند حمزة الأسطورة شباب لبنان المغرب والمغرب وإسبانيا وكل العالم. عم تشوف باور البانشز اللي عم يشتغلهم مهدي، مش باور 57 كيلوغرام 57 واللذيذ بيقول له تعال اعطيني اكثر. نعطي تحيه لزكريا الجماري معنا اليوم اللايف. ايه زكريا، زكريا معنا، زكريا اخوه بطل وان شامبيون. تحيه لزكريا الجماري، متابعينه وبنحبه كثير زكريا. تحيه لام مهدي هي معنا في اللايف، والله ابنك قوي ما شاء الله. بانش شو مستعد، يمكن الجولة الثانية المفروض تخلص بالثواني هاي.
بس السيطرة بقى صارت واضحة لمهدي وانتهاء بالفعل الجولة الثانية. للأمانة عبد الملك لذيذ عم بيقدم عرض حلو، ولكن الجولة الأولى والثانية واضحين لمهدي الجميري. بانتظار تنتهي المباراة بهي الطريقة، لأنه بهي بالألعاب القتالية ما في حدا يأمن للثانية الأخيرة. مهدي مستقبل كبير كبير والله العظيم. قد ايه عمره؟ 25 سنة كمان. ايوه بطل العالم هذا عنده مع الوان دابا ان شاء الله. مهدي انترناشونال شامبيون دبليو بي سي. اي بعرف بعرف طبعا. لا عندنا اليوم نجوم العالم عم تلعب على حلبة اي سي اس ببرشلونة، مستويات استثنائية. انضموا لفريق اي سي اس اليوم اهم مقاتلي العالم بهالرياضة بالكي 1 وبالمواي تاي. جدا فخور باللي عم نعمله اليوم، جدا سعيد عن جد. هذا كان من حلم من احلامنا. انا جدا سعيد. نبيل مشرفين جدا يا سعيد قوي، مع انه لاعب مع لاعب من عندك ما في مشكله، ما في مشكله والله والله كل اخلاق والله. ليك ليك تعالي. لا نبيل بدك تدير بالك عليه انت كمان، ونجم لبناني يستحق. ايه اعتبره ولد من ولادك والله. ونسلموا على يوسف عبود كمان. سلمايز سلمنا عبود سلمنا. اوه ليك ليك. لا مهدي مستفز، مهدي مستفز كثير، مستفز كثير. واو حلو حلو حلو. مباراة بعد ما انطفت ثلاث جولات نار. واو شو ضل واقف عزيزي والله. لا شرس والله يا ايه والله يا اخي. يا عزيزي مغربي بيستحمل بيستحمل يا اخي. مغربي مغربي والله مغربي. واو شو لك بعده وين شو عم يصير؟ شو 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 واو 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 شو 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 والله الوان والله الالوان. يا الهي يا شو شو قلبي. واو مهدي مهدي خطير والله. شو هم الاثنين مغاربه خطيرين والله خطيرين. شو هالمباراه والله. رم هذه مباراة ما تشوفها الا في الوان شامبيون، ما تشوفهاش في الوان شامبيون. اي والله اي والله. عندنا في الاي سي اس. اي والله اي سي اس، اي سي اس العالمية من برشلونة. الحمد لله. بمستوى مباريات استثنائية. قوية قوية جدا. واو 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 مستحيل. والله يستحق الضرب العظيم. يا. نو بودي سيجير مات. صافي يا اسطى صافي. خلاص خلاص. شفته. والله. مش عايز مش عايز ما قادر يقف. كل التحية لعبد الملك اللذيذي بطل العالم مهدي الجماري. مهدي الجماري بطل العالم بكل التقدير، ويستحق من قلب قلب قلب. ده بيستحق مهدي. مهدي نجم بكل معنى الكلمة. عم شوف هون الأخلاق الرياضية والتحية. عبد الملك اللذيذي قدم مباراة. برافو برافو. ليك 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 روح الرياضية والسلام من القلب بعد معركة وبعد حرب بكل معنى الكلمة. والله ما بيقدر يوقف. ما لا لا صعب صعب. قادر يوقف. والله هو لو قادر يوقف ما وقع، يعني حاول يصمد لاخر ثاني. شو 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 بتعمل النتيجة؟ يو يا الريبلاي الريبلاي تجي بتوجع من جديد. مهدي الجميري بطل العالم 57 كيلو جرام افسو. اوترا فيس اوترا فيس ريسبكتو لوس دوس كوماندانتس. صفق صفق من فضلك صفق ليهم. جريت فايت بتوين تو جايز فروم مروكوس. تحيه للمغرب. جريت فايت فروم بوث وانز. Big knockout in the third round. Estamos esperando la decisión. We are still live from والله فرحة كبيرة نشوف مبروك سيد وليد. اي والله اي والله. عم بيقاتل البوكس. لو شفت البوكس من شوي بالريبلاي عيونه طلعوا لفوق. من بعد مباراة الصبايا اي سي اس يوروب اول حزام اي سي اس لليلة. مباراة اللي بعدها يبقى عندنا مباراة اثنين ثلاثة أربعة خمس مباريات وبننهي ليلتنا اليوم. يستحق مهدي الجميري كل احترام والله له ولعبد الملك اللذيذي اللي أعطونا مباراة ولا أروع. بطل العالم بجانب أستاذ وليد
حامل حزام نفسه. Ladies and gentlemen, Sayyida Zaini in the blue corner, coming from Kingdom of Morocco. Make some noise for Nadi Jamali! المغرب تفوز ببطولة العالم أفسو عن طريق مهدي الجمالي.